يو فورست امي معكم فورست مو مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري بما ان داك الفيديو اللي كنت درت ديال ماينكرافت عجبكم بزاف وكاينين دي كومونتيراج اللي كانوا ايجابيين بزاف. المهم الدراري قررت انني ندير لكم ماينكرافت بارت 2 وهذه المره غادي ندير لكم واحد المودرن هاوس اللي زعما منزل حديث. استو الدراري كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتابوناو فلاشين الى كنتو جداد بالرجوله. الدراري حنا كنديروا المونتاج كنصوروا كنتعذبوا ولكن كنطلبوا منكم حاجه وحده اللي هي انكم تابوناو فلاشين وديروا لايك للفيديو. بغينا نوصلوا هذا الفيديو ل 60 لايك اوكي نوصلوا هذا الفيديو ل 60 لايك. وحاجه اخرى ما غاديش نقدر ندير فيس كام في هذا الفيديو لحقاش باش تبني دار كياخذ بزاف ديال الوقت والميموار ديال التليفون ما تقدرش هز هادشي كامل. المهم الدراري نخليكم مع الفيديو. كتشوفوا هادو هما الديور اللي كنا بنينا في البارت 1 اللي عجبوا الدراري بزاف. والناس اللي مازال ما شافوش كيفاش كتبني هاد الديور هادو راه تلقاو ليان في الديسك في يطلع لكم ليان دابا في الفوق. وركوا على داك اللعيبه البيضاء وغتمشي لكم ديريكت الفيديو. المهم كيف ما كتشوفوا ما كملتش هاد الدار هادي كامل من الداخل ولكن المهم كاينه من الخارج. صيبنا حنا نحاولوا نصيبوا غير من الخارج كيف كتشوفوا كيف داك الشيء واعر واعر بزاف وزايد هاد الضواو هادو. المهم الدراري اللي بغيتو التيتوريال باش نوريكم كيفاش كتصايبوا هاد الضواو هادو بحال ما هكذا. انيويز الدراري حنا اللي كنا باغي نديرو دابا هو اننا غادي نبنيو دار بحال هادي. هادي هي مودرن هاوس اللي كنت ديجا بنيتها لحقاش كنتو قلتو لي ما بغينا شي حاجه تكون زوينه في الشكل ماشي بالضروره الحجم. المهم هذا الحجم واخا الحجم ديالها صغير ولكن الشكل ديالها زوين كيف ما كتشوفوا هنايا. عندكم هنايا بالكوني هو البالكون الاول فيه بلاصه فين كتجلس تلعبوا هذه الزربيه كيف ما كتشوفوا هنايا. هذاك الشيء زوين بزاف الدراري والله الا زوين. في دو زيتاج الاول هذا والثاني السفلي والثاني هو البريمير كيف ما كتشوفوا هنايا. كيف ما كتشوفوا جوج بالكونات. المهم الدراري غنبداو بالمؤخره ديال الدار هو ان غادي نمشيو بهذا الساين ستين كلاي غنمشيو به 19 على اليمين كما كتشوفوا هنايا مشينا ب 19 البلوك ابخي كنهبطو ب 8 واحد ل 8 خص يكون كامل 8 هذا بهذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بحال غادي تهبط غير بسبعة هذا زائد هذا كيساوي 8 كما كتشوفوا واحد 3 4 5 6 7 8 وغنديروا نفس الحاجه بالنسبه للجهه الثانيه. المهم الدراري غادي نمشيو هنايا باربعه نتحركوا باربعه على اليمين 1 2 3 4 ومن بعد كنديروا بحال هكذا ولا شي بحال نفس الشيء غادي نعاودوا في الجنب الثاني ومن بعد كنصيلوا هادو مع بعضياتهم باش كيعطينا في الشكل الاخر شكل داير بحال ما كما كتشوفوا خص الشكل يخرج لكم بحال ما هكذا. وإلا ما خرجش لكم بحال ما هكذا وقفوا الفيديو وشوفوا فين درتوا الخطا. ابري من بعد كتزيد واحد جوج بلوكات في كل واحد من هادو باش توليو ثلاثه درتك جوج واحد جوج واحد جوج. المهم الدراري كيف ما كتشوفوا خص يخرج لكم الشكل داير بحال ما هكذا. إلا ما خرجش لكم بحال ما هكذا وقفوا الفيديو وشوفوا فين درتوا الخطا. المهم الدراري من بعد غادي نمشيو نقادو الارض اللي هي اهم حاجه وباش غادي نقادوها بهذا ولا بلاتي نشوفو كاين واحد الشكل اخر هذا كنرومبلاسيو هذا بهذا كيما كتشوفو خصو يخرج لكم الشكل داير بحال هكدا. ولا ما خرجش لكم الشكل داير بحال هكدا وقفوا الفيديو وشوفو فين درتو الخطا. خص نحيدو هذا فوالا نمشي دابا يلا 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 نديرو النهار باش يكون عندنا وقت طوال. المهم الدراري كما كتشوفوا الشكل خصو يخرج لكم بحال ما هكا. المهم الدراري الايطاب الجاي اللي غادي نديرو هو اننا غنشدو البلوك ديال الكوارتز وغادي ندورو على السقف كامل واحد بحال ما هكا هادي غنعاودوها نفس الحاجه نديروها في السقف كامل كيف ما كتشوفوا خصو يخرج لكم الشكل داير وكنغطيوه في من الوسط ولكن ما غاديش يكون هذا هو سطح لا مازال كاين مازال بارتي اخرى سو ما تيأسوش مازال كاين. المهم الدراري من بعد ما كيخرج لكم الشكل داير بحال ما هكذا غادي تمشيو لهنايا لقدام هذه هي القدام ديال الدار ياك كتزيد بواحد بهذا واحد كتجي هنايا كتحط هنايا حتى للفوق كما كتشوفو خصو يخرج لكم بحال ما هكذا كتجاوب
بلوك واحد من بعد. المهم كندير نفس الحاجه بالنسبه حاجه بالنسبه للجانب الاخر، ومن بعد كنمشيو نهزو هاد الكوارتز سلاب كنديروه من الفوق لتحت. المهم خصيت لكم بحال ما هكذا باش يكون هنايا الباب كيف ما كتشوفوا، ها هو الشكل خصيت لكم بحال ما اللي هو هذا. واش مازال هاد البلاصه، مازال هاد الفرونت مازال غنزيدوها هنايا. المهم الدراري انا في هاد هذا بغيت ندير جوج بيبان، داكشي زدت بلوك واحد في كل حاجه كنا درناها باش يخرج ليا جوج بيبان، ولكن هنا في الاصل خصو يكون غير باب واحد اللي كيجي في الوسط بحال هكا هو اللي غنديرو دابا، ولكن غنزيد واحد البوطونه باش يبدا يحلو به بحال هكا. اوكي باي فيلي لعب معاك. المهم الدراري بعد ما شفنا بعد ما درنا هاد بحال ما هكا غادي نزيدو هنايا بستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كنطلعو، وغنزيدو هنايا بستة عاوتاني باش كنكونيكتوهم في الآخر. كنكونيكتوهم مع بعضياتهم، من بعد كنزيدو واحد ثلاثة من هنايا باش الآخر كنزيدو هاد واحد شنو داك الكلاس اللي كيعطي واحد الشكل زوين، وهذا هذا كنزيدوه من الفوق باش كيعطي كيخلي واحد الضوء هابط على البلاصه كما كتشوفوا بحال ما هكذا. المهم الدراري خاص الشكل يخرج لكم بحال ما هكذا، ولا ما خرجش لكم بحال ما هكذا وقف الفيديو وشوف فين درتو الخطا. المهم هذا الشكل دارو بوحدو، وهذا تا هو بوحدو في الشكل كما كتشوفوا هنايا، داكشي زوين انتك. هذا مع جا عريض فيه جوج بيبان، داكشي جا بحال ما هكذا بهذا الشكل، وهذا فيه غير باب واحد وجا بحال ما هكذا. المهم الشكل اللي عجبكم ديروه، ولكن من الاحسن كنفضل هذا لحقاش هذا فيه شي مشاكل من ناحيه الجناب، غادي تلقاو شي مشاكل اللي غادي نطبقوها هنايا. المهم حاولوا ديروا هادشي اللي درت في هذا غادي يكون من الاحسن، ندوروا على بهذا كوارتز سلاب ندوروا بها على الدار كامله من الجنب. شوفوا كيف ما كتشوفوا بحال ما هكذا كندوروا على الدار كامله. المهم الدراري خصني نقول لكم اش كندير بحال ما هكذا كيف ما كتشوفوا دابا، حاولنا ندوروا على الدار كامله بهذا الكوارتز سلاب كيعطي واحد الشكل يونيك كيف ما كتشوفوا هنايا، ولكن بهذا الجناب حتى ما غادي نزيدو باش نخليهم تما كيبانو، خصنا نزيدو لهم حتى من هنايا حتى من هذا بالنسبه لهذه الشيء بحال ما هكذا فوا. المهم الدراري باش يكون عندنا جوج كيف ما كتشوف هاد الدار عندنا جوج وحدات، داكشي علاش غادي نحاولو نطبقو نفس الحاجه، غادي نجيو هنايا فوق كل وحده وغادي نزيدو وحده بحال ما هكذا وحده هكا كيف ما كتشوف بحال تجي فوق انيسيا، ومن بعد كندورو بها عاوتاني على الدار كيف ما ظاهره. المهم الدراري دابا غادي نمشيو للجناب ديال الهاوس وغادي نديرو نفس الحاجه اللي درناها في البدايه. المهم كننقزو بواحد وكنحطو واحد البلوك طالعين حتى الفوق بحال هكذا، كنمشيو عاوتاني نفس الحاجه هنايا كننقزو وكنديرو بلوك هنايا. من بعد اللي غادي نزيدو دابا واحد الحاجه زوينه هي اننا غادي نمشيو ل الكوارتز ستيرز، غادي نهزهم ونحطهم بحال هكذا اوبس باش هنايا نحطو فلاورز هنايا باش تكون حاجه زوينه. وبالنسبه للمؤخره ديال الهاوس واننا كنمشيو هنايا كنبداو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ومن بعد كنهزو نفس الحاجه بالنسبه للجنب الاخر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وكنهزو بحال ما وكنطبقو نفس الحاجه عليهم بحال ما المهم هذا كيبقى ديزاين خاص عجبني نديرو درتو. نتوما تقدروا ديروا الديزاين اللي بغيتو، المهم هو لا باز ديال الهاوس هو ان الهاوس تكون مودرن تكون حديثه. المهم الدراري دابا غادي ندوزو باش نبداو نضويو الدار، هو ان غادي نزيدو المرايات باش يبقى يبان الضوء الدار. اول حاجه كنمشي للجنب ديال هاد الدار
جنب الله يسر. المهم اللي من الله يسر نديرو نفس الحاجة ونديرو في الجناب بجوج وكنمشيو نهزو واحد الكلاس. هاد الكلاس الكحل كيعطي واحد الشكل زوين اللي باش كيتناسق مع هذاك اللي درناه في الفوق او هذا كيتناسق معاه كيجي داك الشي زوين. المهم نفس الحاجة غادي نديروها في الجنب لا حتى هو غادي ناخذو بوحدو غادي نحفرو غادي نديرو واحد الحاجة زوينة اخرى اللي نقدر نزيدوها في الدار هو اننا ممكن نديرو هادي باش نديرو في الجنب كده بحال قرياش بحال ريدة الدار ممكن تشوفو من هنا بحالنا كده بحال ريدو ديال الدار ديال الشارجة نفس الحاجة غندير نديروها في الشارجة الناقص شنو هامك كده زوين انت غادي نزيدو واحد العلاج نقاط باش تزيد الجمالية ديال غير من الشارجة كنحاولو نهتمو بال تسمح كنحاولو نهتمو بالتفاصيل باش كيعطي داكشي زوين مابقاش كلشي كيكمل التفاصيل. المهم بحال هكدا من بعد غادي نقاد هاد الارض هادي نخليها دابا ما عطاهاش اهمية. المهم كنحاولو نقادو بعدا هادشي نقادو هاد الدار بعدا باش نشوفو الارضية. المهم الدراري كنمشيو دابا للجنب ديال الهاوس وكنحفرو معايا بحال هكدا ودابا مغاديش نعاودو نديرو نفس الحاجة غادي نديرو حاجة اخرى شيء نحاول ناخذ هذا شيء المهم نحاول ننوع من مظهر ديال الهاوس باش نطبقو باش نبقى نعاودو نفس الحاجه. المهم نزيدو حاجه اخرى نديرو شي حبه يكون جديد هكا ونزيدو شي فلاور نفس الحاجة غنديروها في الجنب كوم سا كوم فو فواي اون دوا فير كوم سا. او ميرسي نوفيل ابوني جو تيم جو تيم حسن الطالب ديديكاس حسن الطالب. المهم دابا بعد ما اهتمينا بالجوانب ديال الهاوس كنمشيو للنور ديال الهاوس كنمشيو كنقزو في واحد دوز كنديرو باق 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 ودابا غادي نمشيو باش نبقاو تما نطيرو غادي نديرو الكلاس بلاص بلوك كيما كتشوف بحال هكا لق 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 هانا باش كتجيكم بحال هكا ولا ما خرجتكم بحال هكدا وقفوا الفيديو وشوفوا فين درتو الحظ كيما ديما كنديرو حظك باش كنحضرو نزينو الهاوس ونديرو شي وقت اخرى بسم الله ما عندناش غير كما حنا لا بزاف ديال حنا هو كنت كنشوف شي خرج زوين من البداية. المهم الدراري درت واحد الخطا اللي هو كبير بزاف وضر اللي خلاني نضطر انني نعاود كلشي من الاول سو الدراري من بعد ما سالينا الطبقه الاولى دابا خصنا ندوزو للطبقه الثانيه خصنا نبنيوها دابا سو كاش كتهزو هاد ساينس ستيند كلاي كتبدا من هنا في الجوانب بحال هكدا وكتصير هذا وكتعمر عاوتاني الجوانب الاخرين وكتكملش الاخر باش كنخليو بلاصه ديال البالكون سو هذا هو الخطا اللي درت هو انني كملت كبيره الاخر وكملت وطلعت في الاخر ما لقيتش بلاصه فين ندير البالكون. انيويز كتجي كدير مثلا هنايا خصهم يكونوا ثلاثه بحال هكدا من بعد كتهبط حتى هنايا بحال هكدا وكتبغي عاوتاني حاجه اخرى عاوتاني اللي كدير هو انك غدير كيف ما درتي في الطبقه الاولى غادي تطلع هنايا بجوج شاف كيف ما درنا في الطبقه الاولى سو الدراري من بعد ما كتطلعوا جوج بهادي غنديروا كيف ما عاوتاني تقريبا نفس الشيء اللي درنا في الطبقه الاولى غنعاود عاوتاني ندورو بهذا الدراري خصني نشكلكم بحال هكدا من بعد كنعمرو من الداخل سو الدراري ها هو الروف عمرناه كملناه وما بقى لينا والو غنزيد واحد اللعيبه اخرى عاوتاني اللي تكون اللي كتعطي واحد الجماليه كبيره للدار واساسيه اللي هي هذه كنجيو كنحاولوا نجيو الوسط بحال هكا تقريبا كتحسب ديك ثلاثه هنايا وكتحل هذه كامله باش نحسبوها تما هنايا ويلي شتا ما لقيتش امتى تجي سو دراري كيف ما كتشوفوا حلينا لا جدا حلينا اكثر من القياس سو دراري كيف ما كتشوفوا خصك تحل ثلاثه من هنايا
تكون هاي تقريبا تو 3 بحال ما قلت. من بعد كتعمرو بهاد الكلاص. ثم بعد الدراري من بعد ما كنعمرو هذا بلاك ستين كلاس كاين نجيبو هذا بلاتي سميتو اكاسيا و تلعب بلاتي كاين هنايا عندكم هنايا وهذا. المهم كنجيبوه وكنهز كندوروه من الفوق بحال هكا بحال هكا باش كيعطي واحد الجماليه كبيره للدار كيف ما كتشوفوا من الفوق كيبان داكشي واعر. سو الدراري اللي بقى لينا هو اننا نديرو واحد المهم خصنا نحلو من هنا واللي ما غاديش يكون بالكون هذا راه ماشي بالكون اللي كاين هنايا. كنهزو الفانس كنديرو في الجناب بحال هكا كنديرو هكا هكا وكنجيبو هذا كما كتشوفو راه ماشي بالكون راه مسدود. المهم الى بغيتو ديرو بالكون ديرو ولكن من الاحسن انه يكون مسدود. سو وكنجيبو هذا اللي درنا هنايا في الكرياج وكنبداو هاد المرة ولكن المرة نبداو من الاخر فهمتي كيما كيبان ليكم بحال هكا بحال ما شكي يعطي واحد الجمي واعر للدار. سو حاجة ومن الجناب هو النافغة نديرو الباب البالكون ديال البالكون ديال الباب ديال البالكون اوكي كنديرو هكا هكا كنحلوه. نفس الشيء غادي نعاودو في الجناب غادي نديرو هكا هكا شا كيبان شي واعر كشي مأنتك زوين مزيون فنيون كيتي كيتي. المهم الدراري باش نشوفو كيخرج هاد الشي نايس. المهم الدراري في اللور ديال الهاوس ما جاتش اننا نعاودو نفس الحاجة هاد هنايا داكشي علاش غادي ندير واحد الديكور اللي غادي يكون زوين. سو هادا غادي نطلعو بعدا شي واحد شي هادا ماي باد هادا نطلعو شي طوب وهذا غادي نطلعو تا هو شي الفوق نحيدو هادو هادا سير باش يبقى واحد المساحة باش ميبقاش داكشي محلو بزاف. سو غادي نمشيو نهزو واحد الجاجة ولا بحال تقريبا غادي نديروها في بلاصة هنايا كيما كتشوفو وغادي نهزو عاوتاني الكرياج ونديرو هنا نجربو بحال ما غاديش تقرا هادشي. المهم نتوما كيف بان ليكم كيبان من الاحسن اننا نديرو هكا لاخاطش هذا لاخاطش هذا ديجا بيض كيبان بحال ملاصق معاه. المهم بحال ما هكذا و بلاتي نروح نجرب واحد البلان صافي كبيري بلا ما تزيدوش الفوق صافي خلو غير بحال ما سو دراري كيف ما كتشوفو احنا صيبنا الهاوس بحال ما هكذا كيجي هادشي زوين. المهم الدراري بغا نحاولو نديكوريو. المهم دابا صيبت ليكم لاباز هادي هي لاباز ديال الهاوس هادو هو اللي كنت خصني ندير. انا غنوريكم دابا كيفاش غتقدروا ديكوريو البالكون لحقاش هو اللي صعيب اما شي لاخر كلشي تقدروا ديروا ديكوريو ريوسكم اوكي. المهم باش كديكوري البالكون كتهز هادو بحال هادي هي كلفه بحال هكدا دير هادي بحال هكدا ياك نفس الشيء كنديروها في الجانب الاخر كنديرو كلفه هنايا كومسا وكنهزو واحد النادر ماشي النادر المهم اي فانس كنظن ان الفانس الاخر هو اللي غتجي مع بحال الطابله كيما كتشوفو كطاوله هادي جالسين كيشربو شي حاجه الاستلقاء والاستجمام. سو ناخذ واحد سلاب اللي غادي يكون كيطابق هذاك في الكولور وندير ليه بحال ما كتبشا. المهم الا كان السيت طويل بزاف سو غادي ندير خصنا نزربي بعدا وير از ات هاي. سو نتوما تقدرو تختارو اللون اللي بغيتو هذا انا اختار انايا احمر او كحل بحال هكدا شكل يجي داكشي زوين لانتك. المهم ها هو الشكل الاخر اللي بغيتو تستعملو تا هو كي الكري و الحمر تا هو تا هما كيجيو زوينين. سو نفس الحاجة غادي نعاودوها في الجانب الاخر. المهم الدراري دابا وريتكم كيفاش تصيبو الهاوس ديالكم مودرن هاوس. المهم الدراري دابا اللي بقالكم هو انكم تقادو هادشي القدام ديال الهاوس والداخل ديال الهاوس. المهم غتقادو على حساب الاختيار ديالكم على حساب الذوق ديالكم وإلا بغيتوني ندير ليكم فيديو آخر نوريكم كيفاش قاديت هادشي القدامي هاد الديكوراسيون كيفاش درتها قولها لينا في كومنت. سو باش ندير ليكم فيديو آخر باش نوريكم كيفاش تقادو هادشي القدامي ما عرفتش واش غتبغيو تقادو ريوسكم ديرو ستيل ديالكم ولا
نوريكم كيفاش. المهم الدراري ما تنساوش الى عجبكم الفيديو عجبكم الدار اللي صايبنا ما تنساوش ديروا لايك للفيديو تابوناو في لاشين وقول لنا في كومنت شنو بغيتو في الفيديو الجاي لحقاش كان جو برون بار كونسيديراسيون تو لي كومونتير. المهم الدراري ما تنساوش ديروا لايك للفيديو تابوناو في لاشين اند